kind of agenda, and if you have no. قررنا أننا نواصل في زيادة الإنتاج الإجمالي لبلدان الأوباب وغير الأوباب بمقدار 432 ألف برميل في اليوم في شهر جوان. وبالنسبة لهذه الزيادة تكون حصة الجزائر بزيادة في شهر جوان ب 11 ألف برميل باليوم لتوصل إلى 1,024,000 ألف برميل في اليوم. كذلك قررنا أن سنواصل كذلك مشاوراتنا حول كل ما هو تطورات في السوق النفطية، ويكون الاجتماع المقبل يوم 2 جوان إن شاء الله عبر تقنية التحاضر عن بعد كذلك.